أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة خضروات مع صلصة طحينة ومايونيز. المقادير: 3 ثمرات كوسة مقطعة شرايح سميكة، أرنبيطة متوسطة الحجم مقطعة لزهرات صغيرة، ثمرتين بتنجان مقطعين شرايح بالطول، 7 ثمرات طماطم بالعنقود، زيت غزير للقلي، ملح وفلفل. وعشان صلصة الطحينة والمايونيز، فصين توم، نص معلقة صغيرة كمون مطحون، ملح، نص كوباية طحينة، ربع كوباية مية دافية، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقتين كبار مايونيز. أي خضرة عندك للتقديم زي الخس أو السبانخ أو الجرجير أو الرجل أو النعناع أو الزعتر. هنبتدي مع بعض دلوقتي طريقة التحضير. سخني الزيت في طاسة على نار متوسطة واقلي الكوسة والبتنجان والزهرة كل حاجة لوحدها، وهتقليهم لحد ما يكون لونهم ذهبي، وبعدين هتطلعيهم على منشفة ورقية عشان تتخلصي من الزيت الزيادة وتتبليه بالملح والفلفل. بعد كده اقلي الطماطم لمدة دقيقتين وبعدين شيليها وطلعيها على منشفة ورقية عشان تتخلصي من الزيت الزيادة برضو. هنعمل دلوقتي صلصة الطحينة. افرمي الثوم كويس قوي مع الملح في الهون او مفرمة صغيرة لحد ما يكون ناعم، وبعدين حطي عليه الكمون، وحطي الطحينة في طبق وحطي عليها المية وعصير الليمون وقلبيهم كويس لحد ما تتجانس المكونات تماما. هتحطي بعد كده خليط الثوم على الطحينة وتخلطي المكونات كويس، وبعدين تحطي المايونيز وتقلبيهم لحد ما يتخلطوا مع بعض كويس. ولما تيجي تقدمي طبقنا هتفردي الخضرة اللي عندك في طبق تقديم كبير وترصي فوقها الخضروات الدافية، وبعدين توزعي صلصة الطحينة والمايونيز على الوش وتقدميه وهو سخن. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.